مساكم الله بالخير. طبعا اليوم عندنا طبختين، طبخة اللي هو عيش ماش وربيان، العيش والماش والربيان، الماش نقعناه والربيان سويناه بخلطتنا المعروفة، خلطتنا كزبرة بقدونس اشبنت كله مطحون مع اللي هو كركم، كثرنا الكركم مع ملح بس، وخلطة شو اسمه اللي هو السمك نفس الشيء نضيف عليها، بس اللي هو نضيف وياها الليمون، وهذه بعد وياها ليمون، نضيف وياها الليمون وزيت زيتون ويا طحين، بس هذه هي خلطاتنا. في واجد من الناس قالوا احنا نسوي العيش ماش ربيان يطلع العيش ملبوش زياده عن اللزوم. طبعا العيش ماش ربيان يكون لازم يكون لين، ما يكون تكون حبته طويله اول شيء. ثاني شيء الربيان يا جماعه هو اساسا فيه ماي، فلازم اول شيء تحمسه شوي تنزل مايه، بعدين تحط خلطتك وتحط عيشك وتحط دبرتك وتسوي شغلك. راح اوريكم اياها خطوه خطوه وتشوفونها. راح نسوي نصها على العيش ونصها حشوف فوق العيش. نزلنا ربياننا، شوفوا يا جماعة ما معاه ولا قطرة ماي، شوفوا ايش راح يصير فيه الحين، تشوفون بنفسكم ايش راح يصير. قبل كان في سنابل هي حلقات اللي تجي ورا بعض الفيديو، الحين ما ادري وين راحت، قاعد ادورها بعد التحديث الجديد مو موجودة، انك تقدر فيديو تخليه مدة 5 دقائق، الحين ما في، ما ادري ايش السالفة. المهم نقلبه شوي ونوريكم الخطوة اللي بعدها. شوفوا انا مبطل الغطا مو مسكرة، شوفوا الماي، شوفوا الماي ايش كثر هذا، لو انك مسكر راح يصير الماي دبل. بخله ينشف شوي مايه، بعدين ننزل شغلنا عليه، حمستنا عليه، وننزل عيشنا عليه ان شاء الله. الحين نبي نقلي السمك. الحين شوفوا ما دام ما خلص الماي، شوفوا كمية الماي، الحين نقدر نسوي نعاير ماينا عليه، وهذا لين نزل مايه كله، الحين اقدر اعاير على راحتي. نزلنا كزبرة بقدونس وشوية بصل عليه بس، هذا هي. الحين نبي ننزل وياي العدس ونحمس وياه ومعجون طماط واحد. الحين بس ترى شوفوا ما زدت ولا نقطة ماي، شوفوا ايش كثر الماي، هذا ماي ما زدنا ولا نقطة ماي، هذا كله ماي وهو نفسه والله نفس الربيان. الحين نبي ننزل عيشنا، ما نبي نكثر. بس هذا عيشنا اللي نبيه حق العيش وماش ربيان، والباقي راح نسويه اللي هو حق نطبق شعوم. شوفوا يا جماعة ترى هذا كله ماي، للحين أنا ما ضفت ماي ولا قطرة ماي. الحين نبي نقايس ونزيد عليه ماي شوي، بس ترى هذا الماي اللي زدناه بس. هني الحلو يشتغل، نحتاج نار حامية عليه الحين حيل. الحين بنسوي نطبق، ناخذ من زيتنا هذا، الحين حطينا سمنة بقري نعطيه من الزيت على السمك نفسه هذا. بقري سمنة غنم، غنم مو بقر عادي. أنا ليت بس في ليت في الموقع بس يطلع الريحة، بس كنت أتمنى الموقع يطلع الريحة بس. تخلونه يذبل، شو تسوون بسرعة؟ تجيب ماي وعطه سمنة عشان ما يحترق. الحين دقوسنا حطينا ثوم، والدقوس العادي اللي هو ايش اسمه طماط معجون، نزل دقوس مضروب بخلاط، طماط مضروب بخلاط بالضبط. الحين اللي تحت هذا كله يطلع، وخله على راحته، سكر عليه لين على ما قالوا يصير دقوس كويتي. تبي تقط كم حبه طماط تقطها يصير احلى واحلى. الحين بنسوي اللي هو خلطتها اللي هي تكون شنو؟ خلطة الحشو، حشو الربيان. راح نحط وياها البصل ونخليها تصير حشوة، راح تكون فوق العيش ويا الشعوم اللي هو مطبق الشعوم، وراح يكون مع العيش ماش ربيان حشو فوقه راح يكون. شوفوا هذا كله مايه قاعد ينزل، خليه لين يخلص مايه بعدين نحط اللي نبيه فوقه. بعد ما مشى نزلنا البصل، خله ياخذ وياه، ما بيحرك لان البصل واجد ما بيحرك الراحة. نزل السمنة هذه، سمنة العكة هذه تشوفونها،
هذه هي العكة، السمنة هذه ما في أحلى منها. الله 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 الله. نزل الحين شبن كزبرة وبقدونس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، عليهم بالف عافية عليهم بالف عافية. هاي الحبة كل حبة تسولف، هذه النثرية ما شاء الله تبارك الرحمن عليهم بالف عافية ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد ما خلص الطبق الجميل المتناسق يستاهلون اخواننا من اهل الامارات احلى نقصة.